أنا عن نفسي بتوجه بالشكر، رغم إن أنا معلش يعني الذي أضير في كل اللي بيشتغلوا في مدينة إنتاج الإعلامي، أنا رقم واحد وقع عليه الضرر. أنا قناة تخطت ممتلكاتها 35 مليون جنيه، وقف ولكن كانت في ظل إعلام عشوائي. كانت القناة ما عندهاش مصدر من مصادر السيطرة على الإعلانات، ما عندهاش مصدر من مصادر السيطرة على الإنتاج الدرامي. فإذا إن كانت عملية إطلاقها لم تكن عملية مكتملة، لذلك لابد أن تفشل اقتصاديا. فشلت اقتصاديا بينما تربعت على عرش المشاهدة بالنسبة للناس، حققت نجاح في رسالتها الإعلامية غير عادي، ولكنها على جانب آخر سقطت في الفلوس والتمويل.